هلا السلام عليكم، معكم محمد، واليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تابس. حلقة اليوم طبعا حنرجع فيها بالشخصيات اللي ما كملناهم الحلقة الماضية، ولأول شيء حنبدأ فيه هي شخصيات المودرن وورفير. طبعا مثل ما كنتم شايفين في طيارات، في غواصات، وحتى في جت اللي هي طيارة سريعة، كمان طيارة، وفي سيرجنت، ما عندي أي فكرة شو السيرجنت ممكن يكون. زائد في شخصيات هون أخذ أبديتات لازم نشيك عليها مرة تانية، مثل هازلمة اللي راسه كتير غريب ومعه درع محترم كتير. بس كبداية حنجرب هدول أربع شخصيات. أول واحدة اللي هي الإيرهوم، واللي هي عبارة عن طيارة. صراحة الطيارة شكلها كأنها مصنوعة من كرتون، بس أتوقع أن هذا هو سر الأسلحة بالطيارة. الزلمة هو اللي ماسك السلاح. زائد في شغلات جوات الطيارة على الأغلب ما حتكون مجرد أسلحة، ممكن يكون في قنابل. بس سؤالي هو إذا حتحسن الطيارة تطير ولا تحسن تطير الطيارة. بس الزلمة وين رايح؟ يحلق حوالين الماب. نزل قنابل، توقعت القنابل. هذا هو انفجر الملوك. والله ديم صراحة ما توقعت تطير ابدا. نزلت القنابل مكان غلط. هل بحسن اسوق هاي الطيارة؟ لا، اتوقع ان هي عم تتحكم من حالها. رسميا الطيارة لحالها عم تتحكم بحالها. بس فوق هالشي هالزلمة ما عم يحسن يصيب شيء مشان يقتل الملوك. اوكي، ما دام في طيران وفي شغلات، اتوقع ان الماب المفروض يكون مفتوح شوي. فاول شيء هات لحتى رسبا لنقول خمس طيارات ضد خمس ملوك. انا شبه متاكد ان الطيارات هي اللي حتفوز، لان الملك ما عنده اي فرصه لحتى اللي يطلع لفوق يضربهم. رشموهم قنابل. هاي القنابل بنصهم، اثنين ماتوا، باقي اخر واحد واقف مكانه. هل حتموت ولا حتعيش؟ واللي انا اغلب الصراحه انك حتموت، بس حتسوي داج للقنابل؟ نوب، ما في اي امل للملك. اتوقع عندي شخصيه احسن من الملك لهي القصه، الباليستا. هل حتحسن تسوي لهم سنايب ولا لا؟ استنى عم يسوي تشارج، وهذا هو حيضربها. نزلت عليه قنبله، حيموت هذا. باقي اثنين، ترى بحسن يضربه قبل ما يموتوا. كمان اضرب، وين ضربت؟ ما عم يصيبوا حدا. كمان صيبوها. انت تستطيع، روح. والله هاي كانت كثير قريبه بس ما صابتهم. هل في فرصه ثانيه؟ انت وحظك، هل حتنزل عليك القنابل ولا لا؟ هذاك توفى، باقي بس واحد. سوي سنايب لوحده بس. قاعد دامت ما يسوي سناب لاي شيء، حيموت، حيتوفى، ولسيته عايش. هذا المقاوم لابعد الحدود، هذا هو توفى. اوكي، ضيف باليستا اكثر، بدي بس واحده تصيب الطياره، تحسنوا، واحد منكم بس على الاقل يصيب الطياره، ولا واحد صاب الطياره. ديم، اوكي، حاول اني انا اصيب الطياره يعني، اصلخها هون. نوب، انا استسلم، كمان بس انا اقتل هاي، ما بحسن، كنسل على الباليستا دقيقة، اتوقع الكاتابولت احسن. المفروض يكونوا احسن، اقل شيء بيطلعوا لفوق. ويل هدول هنا تفجروا، حتى نشوف لو حيصيبوا حدا على الاقل. صيب، بالله عليك صيب، كان لازم استنى بما تقرب هاي الطياره. روح اضرب، والله ما صبت. ها خلي بس طياره تقرب، اضرب. طلعت انا افشل منهم الكل. لا 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 تصيبوني، اصلخ. قاعد ديم صبتها، في اربع طيارات طايره هلا. شت، اتوقع اني صبتها، اتوقع اني قتلت الطياره. اوكي لازم نعرف، ارشر، مستحيل ارشر ما يصيبه. هذول عم يشدوا، عم يضربوا على الزلمه. ياب تنفجر الطياره كمان. ممكن اني ما صبتها، ممكن. نزل الزلمه هبوط مظلي. ما اتوقع انه نزل هبوط. هذا هو كمان صابوه بسهم. كمان الارشرز بحسن يقتلوهم 100%، لا تفشلوني. بس ارشر ضد الطياره صراحه الموضوع ما هو ظابط ابدا. هاي الثانيه كمان ماتت. وهذا الزلمه محاول ينزل هبوط مظلي بس توفى، وهذا هو طالع على السماء. حلو كتير. نزل عليهم قنابل بمنطقة حساسة. هذا كمان ديب، بس طيارتين. لو هدول بيجتمعوا بمكان واحد وبينزلوا عليهم قنابل، قتلوا. بس مين بحسن يفوزوا؟ ما حتقتل اي حدا بهذه القنابل هاي اللي نزلتها هون، لازم تطلع من فوقهم. المصيبة الطلعة من فوقهم كمان كتير خطرة. هذا هو، انجح ديب، والله قتل كمية محترم. كمان هذيك الطيارة الاتش بي تبعها كتير نازل، 20 يعني سهم واحد بس وتتوفى. هاي جاي الطيارة، جاي الطيارتين، حينزلوا القنابل، حيفوزوا ولا حيخسروا؟ شد، باقي ثلاثة، كمان، باقي واحد بس، واحد ضد الطيارتين. ما حسن يصيبوا أي شيء، كمية كبيرة منهم كانت وما حسن تصيب أي شيء، هذا هو توفى. قاعد ديب، صراحة ما توقعت أبدا أنهم يخسروا، 40 واحد ضد خمس طيارات وما بيحسن. أوكي هلا 100% أن الماسكتير 21 واحد بس. حيحسنوا يوقعوهم، حيحسنوا يقتلوهم بكل سهوله. ياب اوريدي قتلوا ثلاث طيارات، باقي طيارتين ايزي، رسميا ايزي، ما في اي سبب لحتى اللي يخسروا. ليش لسه في طيارتين؟ هاي ماتت. هذا هو زلمه عم يطير. عم يحلق على السريع. الطياره الاخيره، هل حيقتلوها ولا حتفوز؟ احتمال انها تفوز كثير قليل، وهذا هو توفى. دايما المسكين ما لحق يطلع من الطياره، صرخوه واحده بنص قلبه.
نص ظهره طلعت من قلبه. طيب السنايبر استاد ديد اي اتوقع انه ما عم يحسن يصيبهم، حتى سنايبر ما عم يحسن يصيبهم. هذول هن الطيارات. هات له التالي نشوف الشخصيه اللي بعدها، هي السيرجن. او ديب، ديب مع سكار كمان. او بدل السلاح، هذا هو رجع بدل السلاح مره ثانيه. ديب صار معه دوشكا. هذا هو معاه رشاش، ها كل شوي بيبدل سلاح اتوقع. او معاه سنايبر، روح بسنايبر. هتحس انت الطيارات هاي ولا لا؟ انت السيرجن معك 400 اتش بي. طيب ها مضاد طيران. قاعد ديم. كم واحد نزل؟ او هذول معاه، هذول جنوده، والله خيبه. 16 اتش بي، اتوقع انه السيرجنت عنده امل، بس امل كثير ضعيف، لحد الان اتوقع انه ما قتل ولا طياره كمان. اتوقع اني رفعت اسمك زياده عن اللزوم، صيب طياره واحده بس، دم الشغله، لا تجي معاك كل هالاسلحه هاي على الفاضي، طب اضرب بازوكا واحده يعني، اضرب اي شيء، شخصيته نفسها ما عم تضرب لفوق، الزلم ما بضرب لفوق ابدا. شلت صاحبي، انا اسف. عبيت اصحابي، موضوع هيك مو عادل ابدا. يب عم يضرب على الارض، ما عم يحسن يضرب على السماء ابدا، هذا هو واقع على الارض، بس اتوقع انه حيفوت الاوان قريبا. حتى رصاصه واحده ولا قنبله واحده بس، هيبقى الطياره طلعوا اقوى من اللي توقعته. يب يب اقوى بكثير من اللي توقعت. حتى تالي اشيل الطيارات ولا نقول نجي عند هذا الزلمه تبع الشيل، تحس انه توفر رصاصه حيطلع من السيرجنت، وهل الزلمه اصلا قوي ولا لا؟ هذا هو عم ينزل جنوده. هالسيرجنت رسميا شلك، ضيع كل شيء، خيب دول فجر. اوه هذا بينفجر، ها بس بيموت بينفجر، عشان هيك المفروض ما يكونوا جنب بعض. سايبر بانك، اتوقع سايبر بانك يب، هذا هو الزلمه تبع العصايه. هل حتى نرجع نجرب الموضوع مره ثانيه؟ صيب رصاصك يا ابن الحلال، هالختيار رسميا ما منه فائده، بس هذول في منهم فائده. قادم عصاي رايحه لحالها، وين رايح العصاي؟ الله ما بعرف وين رايحه، بس وصلوا هذول وقتلوه، الختيار صار لحاله. اوه شغل عليهم الرشاش، بلش يصيب رصاصاتهم، عاش ترجع لورا، عم تم يهرب. قاعد ديف، اوه هاي ما بتحسن توصل على الشيلدات تبعينهم، الشيلد صراحه كثير قوي، بس صوت الرصاص بنسبه 100%. اوه اجا الدعم، جي جي، والله لسه في امل، نسيت عم بياكلوا، لسه بيحسنوا، ممكن يحصروه بالغابه، بس نسيت عم يرجع، نسيت عم يهرب. صار مع الدوشكا مره ثانيه، قاعد ديم تفجرهم الكل. ولها الختيار صح انه بيبدل اسلحه كثير، بس اقل شيء بيخطط. بنروح على الشخصيه اللي بعدها واللي هي السبمارين. هاي غواصه، استنى شوي، هات تروح على ماب فيه مي، اتوقع انه ما في ماب احسن من مابنا. سبمارين هلا بيفرق اذا بحطها بالمي ولا لا؟ لا والله لسيتها عايشه، هي رسميا حتنزل بالمي هلا، هي رسميا عم تسبح. استنى غواصه ضد طياره. او شيت، هاي ضربتها، ما كنت منتبه على الضربه بنوب. ترمي قنابل، ترمي صواريخ، هذا الزلمه صار يمشي تحت الارض، عم يحاول ينزل على مستواها. اوه بس ما بتحسن تفجر الارض، لو حطيت غواصه على الارض هتضرب الشسمه مره ثانيه. والله سويت لهم داج الطياره. هل حيلفوا عليها؟ نوب ما حيلفوا عليها، بما انه الاتش بي تبعها ما بينزل من المي، بس هل حينزل من الضرب؟ وهذا هو قتلها. استنى لو بحط صب مارين ضد هذا الزلمه حيضرب الصواريخ واضرب. دايم الصواريخ ما عم تسوي دامج ابدا، رسميا الصواريخ ما عم تسوي دامج، والله بتعيش تحت المي، يعني بتعيش لا بشكل رسمي تحت المي الا لما يفجرها صاحبها. دايم الصراحه ابدا ما توقعتها انها يعني تعيش من المي، لانه كل الشخصيات بتموت من المي، ما توقعت انهم يحسنوا يعملوا شخصيه بتحسن تعيش من المي، بس لون الاتش بي تبعها اخضر، وهالشيء بذكرني ببني ادم ثاني لون الاتش بي تبعه اخضر، فهل هالشيء بيعني انه هذا الزلمه ما بيموت من المي؟ لا استنى شوي، هذا مو بس ما بيموت من المي، ها بياخذ اتش بي اكثر من المي. ديب. في عندي هذا الماب اللي مره من المرات سويناه ببث، بس الاختلاف البسيط هلا اللي سويته اني حطيته كله مي او كله على المي، فلو بحط غواصه فيه برجع لهون مره ثانيه بحط هدول الشخصيتين. هات لتالي اشوف شو عم يصير معاكم. هذا الزلمه عم يزيد عنده الاتش بي بشكل دائم، هذا الزلمه اكل صواريخ الدنيا، بس ما فرق معاه لانه عم يهيل كل شيء، بس ما عم يحسنوا يتمشوا بسرعه، قاعد دايما لانهم تحت المي، هذا حيتم ياكل صواريخ وحيتم عايش منها. لو بحط غواصه كثير قويه بجيب الاف 22 واللي هي هاي الطياره 100% انها حتكون حلوه، وكم الاتش بي تبعها 80، يعني رصاصة واحدة بس أو أي شيء بزقة واحدة بس وبتنفجر، ما عندي أي فكرة شو حتساوي، زاد إنه ما في أي بني آدم جواتها، فموضوعها على الأغلب حيكون كتير غريب. هاي طارت، ودعت، راحت برا الماب. أوه شيت، استنى شوي. نزلت قنبلة، أوه هي بتروح بكل مكان بس تضرب قنابل أقوى، مو قصة القنبلة مو قوية، ما صابت الغواصة أصلاً، لا صابت الغواصة. بس ما نزل اتش بي الغواصة لهلا.
معقول ان الغواصه تحت المي ما بنزل الاتش بي تبعها هلا؟ او شت ضربته. بس وين حتروح؟ ما اتوقع انها حتصيب الطياره ابدا، مستحيل تصيب الطياره. بس انا اذا هيك بهاي الحاله وبحط هالكميه منهم، او شت حيتفجر الماب. هذا لانه فجر الغواصه. لو بجيب طيب طيارات من على هالطرف، اتوقع ان الطيارات ما بتاثر عليها المي صح؟ 100%، لانه لو بتاثر عليها المي كانت ميته هلا. اوكي حلو كتير، وتوفوا وما توفوا من المي، الاغلب ما توفوا من المي. اوكي ممكن توفوا من المي، يعني لازم تكون حرب غواصات، لنقول 15 غواصه ضد حرب الطيارات، واللي حيكون فيها كمان 15 طياره كمان. حلو كتير، يا رب ما ينزلوا على مستوى المي بس، هالي خايف منه. أوه. في طياره هناك متخبيه، لا تنزلوا على المي، بالله عليكم لا تنزلوا على المي. اضربوا من فوق، اضربوا من فوق. قاعد دايم، استنى شوي، خيبه كميه الانفجارات. اوه هذا رسميا حيبهدلني، هاي على الكمبيوتر. قاعد دايم. بس السؤال هلا، ليش الغواصات صواريخ عم تنزل لتحت؟ كانت تطلع على السما، مو عم ينتحروا؟ عم يحاولوا ينتحروا؟ بعدين كم غواصه لهلا ماتت؟ او في كميه محترمه ماتت لهلا، رسميا في كميه محترمه لهلا ماتت. او هذول عم يسبحوا حالهم مره ثانيه بالصواريخ. حلو كتير، وال 100% معناتها الطيارات اقوى من الغواصات. على العموم اتوقع ان لهون بكفي، حرب الغواصات ضد الطيارات ابدا ما انتهت بفوز الغواصات، اكون صريح، مع ان الغواصات كثير حلوين وبيعيشوا تحت المي. على العموم هذا كان كل شيء لهي الحلقه، اتمنى انه عجبكم الفيديو، اتمنى انه استمتعتوا فيه، رجعنا علينا مره ثانيه، اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك وتشترك بالقناه، اللهم صل وسلم على محمد ومع السلامه.